في مفاتيح وفي مفتاح بيتحط. اللي هو الكبير ده. انا طبعا غيرت ده. هو كان المفتاح ده مفتاح بيتحط زنق كده عشان يشد الاوتار. عشان الاوتار. فانا بقى بدلتهم بمفتاح تحت الجيتار اللي هي بالتروس بيعملها بايديا كده اهو وزاويه. ده اختراع عملته مع صانع قانون اسمه باسم زخاري من تايم سيتي. بس ولد ده شاطر قوي وعبقري. فانا قلت له بقول له الفكره وهو ينفذها دايما. انا احلم بحاجه وبس وهو نتكلم عليها دي دكتور برضه. ده مهم جدا. لان ده سهل كتير قوي. يعني تخيل مثلا لو عازف القانون راح حفله واكتشف ان المفتاح ده نسيه. بس مفتاح يبان يا دكتور. طبعا. مش يبان. ما يشتغلش. يعني وانت مش بيبقى معاك واحد واثنين في الحفله؟ يعني افرض انا نسيتهم لاي سبب. طلعتهم بعمل اي حاجه ونسيت احطهم في الشنطه. بس ما يشتغلش. طبعا عشان ايه الجو اللي انا ظابط فيه القانون دلوقتي غير الجو اللي انا حازف فيه. بتختلف. طبعا. لان كل شد الاوتار ده كله مشدود على دي اسمها فرصه الخشبه دي. ليها خمس كراسي اللون واقفين على جلد سمك. طب استاذنك عشان ما نحرقش الكلام. خلينا نقول الكلام ده مره واحده. طيب. لان الحقيقه ركض.